ورد في القرآن الكريم ذم الذين يستخفون عند المعاصي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وورد في السنة الأمر بالاستكار وعدم المجاهرة. نعم. فما يعني الجمع بين الجمع بينهما؟ أن هذا في المنافقين، المنافقون إذا كانوا جميعا بيتوا ما لا يرضي الله عز وجل، وإذا كانوا مع الناس أظهروا للناس الحسنى وأنهم مسلمون. أما المؤمن العاصي فإنه إذا ابتلي بالمعصية فإن الأفضل أن لا يجاهر بها وأن لا يخبر بها أحد، وأن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هم الذين يعملون السيئات ثم يصبحون يتحدثون للناس بما صنعوا، فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله عز وجل ولا يخبر أحد. نعم.